كان حاكم البلدة وزوجته يعيشان وحيدين في قصر الحكم، ويحلمان أن يرزقا بولد يعطيهما السعادة والفرح. مرت سنوات طويلة من الانتظار والدعاء، رزقا في آخرها بطفلة جميلة جدا، فأقاما حفلا كبيرا بهذه المناسبة السعيدة. كان الحاكم مسرورا بزوجته التي يحبها وبطفلته الرائعة الجمال، حتى إنه دعا إلى الحفل جميع الناس ومن دون استثناء. كان من عادات تلك البلاد أن يقدم كل فرد حضر الحفل هدية إلى المولود الجديد، ولذلك سمح الحاكم للناس برؤية ابنته وتقديم الهدايا إليها. ثم دعا بعض النساء الفاضلات إلى حفل خاص غير ذلك الحفل. أشكر لكن حضوركن وتلبية الدعوة إلى هذه المائدة. هيا تفضلنا إلى تناول الطعام. أنت؟ أراك دعوت جميع هؤلاء النسوة أيها الحاكم ولم تدعوني، هل لي أن أعلم لماذا؟ ظننا أنك مت أيتها العجوز. كانت هذه المشعوذة قد اختفت منذ أكثر من 50 عاما، وظن الجميع أنها ماتت. أعتذر إليك، فأنا لم أكن أعلم أين أنت. تستطيعين أن تتفضلي وتشاركين في طعامنا الآن. أحضر الكرسي. حاضر. جلست المرأة خلف المائدة وقدم إليها طعام مثل طعام الأخريات. أنا آكل بهذه الأواني والأخريات بأوان أجود منها؟ تستخفون بي يا سادة؟ حان الوقت لتنظر النسوة إلى الفتاة، وبدأن ينظرن على التوالي. أرى أن هذه الطفلة ستكون الأجمل عندما تكبر وتصبح شابة. أرجو ذلك من كل قلبي. ويبدو لي أن لهذه الطفلة قلبا رقيقا مثل غيوم الربيع البيضاء. وأرى أنها ستكون رقيقة المشاعر والأحاسيس. وأتوقع أنها ذات صوت شجي وكلام عذب، وستغني الأغاني بصوت أحلى من صوت البلابل والعصافير. يجب أن تتعلم العزف بالآلات الموسيقية. أظنها لن تعيش طويلا، بل ستؤذي نفسها بشيء حاد يؤدي إلى موتها. ماذا قلت يا وجه الشؤم؟ تماسكي ولا تخافي. يا حراس، أمسكوا بتلك المشعوذة الشريرة. افعل شيئا يا عزيزي. ألم تمسكوا بها؟ لا تقلق يا سيدي الحاكم، فالأعمار بيد الله تعالى. ولكن كلام الشريرة مزعج. لا شك أن كلامها مزعج يا سيدي، ولكن عليك أن تجعل ثقتك بالله كبيرة، حتى لو صح ما توقعته المرأة المشعوذة، فالله قادر على تهيئة الأسباب التي تجعل ابنتك تنجو ويطول عمرها حتى لو آذت نفسها. كن مطمئنا يا سيدي، وأرجو الله أن تحيا حياة سعيدة. شكرا لك.
أرجو ذلك، وأنا أثق بأن الله تعالى سيسلم ابنتي من كل شر. عزيزتي، الواجب يقضي منا أن نحسب حسابا لهذه المرأة الشريرة، فقد تحاول إيذاء ابنتنا لتدعي أن ما توقعته قد حدث. ما العمل سيدي؟ لا تقلقوا. يا حراس، اجمعوا كل آلة حادة وأحرقوها. جمعت جميع الأدوات الحادة من أنحاء البلاد ثم أحرقت، والحاكم يراقب تنفيذ أمره خشية أن يصح ما توقعته تلك الشريرة. ومرت 15 عاما من دون أي إزعاج، وكبرت طفلة الحاكم المدللة وصارت شابة جميلة وذكية ولطيفة، وأتقنت أشياء كثيرة. وهكذا كانت الأيام السعيدة تبدو كما لو أنها ستدوم طويلا. مع السلامة، مع السلامة. حان الوقت لخروج الحاكم والحاكمة إلى أنحاء البلاد لتفقد أحوال الرعية. صعدت الفتاة الجميلة الدرج المؤدي إلى أعلى القصر وهي لا تعلم ما ينتظرها. لماذا بنيت هذه الغرفة هنا؟ أرجو المعذرة. أهلا بك يا جميلة. لما أنت وحيدة؟ لأنني أغزل خيوطي بعيدا عن العيون يا ابنتي. تغزلين الخيوط؟ يبدو ذلك العمل ممتعا جدا. هذا صحيح. هل أستطيع أن أجرب؟ من دون شك، تفضلي. أمسكي المغزل والإبرة.
تم الأمر. ما الذي أصابها؟ صغيرتي افتحي عينيك أرجوك يا ابنتي كلميني. صغيرتي حبيبة، صغيرتي. أنا الملومة، كان ينبغي أن تبقى تحت نظري. لا تلومي نفسك أيتها المربية، إنني أسأل الله تعالى أن يهيئ لها أسباب الشفاء العاجل. أرجوك كلميني يا ابنتي، ابنتي. هذا يكفي، يكفي. أفيقي يا ابنتي. انظري ماذا أصابها. اطمئنا واجعلا ثقتكما بالله وحده. ونعم بالله، ولا سيما أنها لا تزال حية وتتنفس جيدا. فلتصبرا حتى لو طال وقت غيبوبتها. إن بعض المصائب تكون امتحانا لصبر الإنسان يا سيدي الحاكم. سيطر الحزن على جميع أهل القصر. وأهمل حتى غطت الأشجار الشوكية جدرانه. ومرت الأيام الطويلة وكل شيء على حاله. وذات صباح مر حاكم البلاد المجاورة في رحلة صيد من جانب قصر الأشواك. لماذا لم تطلق سامك يا سيد الحاكم؟ ما ذلك الشيء؟ هل تقصد قصر الأشواك؟ إنه قصر حاكم البلاد، ولكنه أهمل بسبب مرض ابنته. هل تريدنا أن نصدق أن حاكما يهمل قصره هذا الإهمال حتى يعول إلى هذه الحال المزرية يا زميلي؟ قلت إنه قصر حاكم هذه البلاد، يعني أنه قصر. وأنا قلت إن هذا لا يصدق، لا يعني أنه لا يصدق. إنه يخرف. أرجوك اهدأ، دعه وشأنه. ماذا تقول يا أخي؟ هذا يكفي. لا تختلفوا، فأنا سأخبركم بأمر هذا القصر الحزين. في هذا القصر تنام أجمل فتاة في العالم منذ مدة طويلة، ولذلك حزن الحاكم والرعية حزنا شديدا عليها، وأهمل كل شيء حتى صارت حال القصر على هذه الحال التي ترونها الآن، بعدما كان أجمل القصور. سأنقذها. أرجوك يا سيدي. يا سيدي.
على كل شيء مهما كان وسأنقذها. أحبكم أيضا. إذا اعتني بنفسك يا سيدي. برعاية الله. الفتاة نائمة هنا؟ ها؟ ها؟ في يدها وردة حمراء. وبعد أن قطع الحاكم الشاب الأشواك زال تأثير رائحتها على الأميرة الجميلة وعادت إلى وعي. شكرا، شكرا لك على إنقاذي. الحمد لله على سلامتك يا آنسة. أرجوك ساعدني لكي أنهض. قل لي من أنت أيها الشاب؟ حاكم الياسمين. الحاكم، أين أبي وأمي؟ أين مربيتي؟ ابنتي العزيزة، ترى ما الذي حدث معها؟ هل أفاقت من غيبوبتها؟
انظر ما أجملها. وهكذا تزوج الحاكم الشاب والفتاة الجميلة، وعاش الجميع بسعادة وأمان. شكرا لكم. شكرا.